شبابنا على مر التاريخ أثبت أنه هو الورقة الرابحة في كل تحدي وكل صعوبة نواجهها كقطريين. كأس العالم 2022 تحدي، تحدي كبير، لكن شبابنا القطري، شبابنا المتمكن، شبابنا المخلص، شبابنا المستوعب تاريخه وهويته قادر بإذن الله على كسب التحدي وإبهار العالم. The winner to organize the 2022 FIFA World Cup is Qatar. إحساسي كان ما ينوصف اليوم اللي تم فيه إعلان فوز قطر باستضافة كأس العالم 2022. فسمعت الناس قاعدة تصرخ، الناس قاعدة تفرح، وأنا مش عارف إيش ردة الفعل. فجأة كذا يعني ممكن تقولين حالة شوك. إنك تلعب كأس العالم هاي شيء كل طفل يتمنى إنه يسويه. هاي فخر حق أي لاعب محترف إن دولته تستضيف كأس العالم ويكون من ضمن اللعيبة اللي يمثلون كأس العالم حق دولته. كل تمرين وكل مباراة. هاي خطوة خطوة عشان توصل مستوى الزين ويأخذونك إن شاء الله تلعب كأس العالم 22. مشوار وعدينا، خلص المشوار، تسكر المشوار، الحين بادي مشوار جديد. فكان ممكن تقولي نوع من الارتياح، لكن أيضا ترقب للعمل اللي راح نقوم فيه لاستضافة بطولة لتنفيذ الوعود اللي وعدناها علينا. إحنا دائما كنا نقول إن هذه البطولة ليس لقطر فقط، هذه البطولة للشرق الأوسط ولدول المنطقة، واحنا نبيهم يكونون مشاركين معنا في هذه البطولة. عندنا رسالة نحب نوصلها للعالم بأن دولة قطر قادرة على الاستضافة، وقادرة على استضافة بطولة مميزة وبطولة تاريخية في 2022. أنا بالنسبة لي كأس العالم بكرة، يعني أنا ما أشوف كأس العالم 2022. نفس الحماسة اللي كانت موجودة فترة الملف لا زالت هي نفس اللي موجودة من بعد الملف. الشغف اللي كان موجود عندنا كان شغف رؤية، كان إيماننا في رؤية، إيماننا أول شيء في قدرتنا على استضافة البطولة، ومن بعدها على إيماننا أن البطولة فيها نفع إيجابي. يعني مش مجرد استضافة البطولة لمدة 30 يوم بعدها نرجع إلى حالتنا الطبيعية، هي فرصة بالنسبة لنا، فرصة ممكن تكمل مشوار رؤية قطر بشكل عام. الإحساس هذا يولد عندنا القوة أن احنا ننجز أعمال مفترض تكون موجودة قبل الحدث، وهذا ما احنا نقوم فيه، وإن شاء الله نكون قد المسؤولية بإذن الله. الحافز اللي نتج من خلال التجربة اللي عشناها في ملف قطر 2022 هو إحساسنا بروح الفريق كفريق واحد يعمل من أجل خدمة قطر لتحقيق استضافة مبهرة لكأس العالم في وقت البطولة إن شاء الله في 2022. احنا طبعا استرشدنا برؤيه قطر 2030 اللي مبنيه على التنوع الاقتصادي، الارث البشري، الارث الاجتماعي والاستدامه البيئيه. احنا في اللجنه العليا للمشاريع والارث كل حاجه راح نعملها ان شاء الله راح تكون مرتبطه بمشروع وبارث المشروع. مؤمن ايمان تام ان البطوله هذه فرصه لتنفيذ الرؤيه، يعني كل شغله، كل خطوه، كل خطه موضوعه لكاس العالم منها هدف ما بعد كأس العالم، ما بعد 2022.
في كثير من النقاط اللي راح تخلي بطولة كأس العالم في 2022 مميزة. أولاً هي أول بطولة تقام في الشرق الأوسط في دولة عربية، راح يكون لها طابع عربي شرق أوسطي، متأكدين أن الجمهور اللي راح يحضر بطولة كأس العالم راح يحس فيها وراح يحس أنها بطولة استثنائية. في كثار استغربوا من ناحية قدرة دولة قطر على استضافة البطولة بالذات من ناحية الحجم، بس بالنسبة لنا احنا شفناها بالعكس كفرصة. حجم دولة قطر عامل مساعد وعامل إيجابي. بإمكان الجمهور أو الشخص اللي موجود في الدوحة أنه يحضر مباراة في استاد خليفة، في نفس الوقت يقدر يروح يحضر مباراة في الخور أو في الريان، فهذه ما يميز البطولة في قطر يعني من ناحية جغرافية. قطر أيضاً بموقعها الجغرافي كثير من الناس يقدرون يوصلونها في أسرع وقت، سواء من الخليج أو من الوطن العربي أو حتى من العالم. كان في بداية مع الوكرة وبعد ما تم اختيار الموقع كان هناك في تواصل مع أهالي الوكرة وناخذ احتياجات أهالي الوكرة وفي المناطق المحيطة بالوكرة. ملعب نادي الوكرة يحتوي على مدرسة ويحتوي على فندق ويحتوي على حديقة عامة، بحيث أن تكون الاستفادة أيضا عائدة إلى المجتمع أهل الوكرة ومنطقة الوكرة. بعد ما أخذنا هذه المعطيات هذه كلها توصلنا إلى بريف في الديزاين إنه يشمل جميع ومعظم متطلبات أهالي الوكرة في استاد الوكرة. هناك عدة وسائل نقل راح إن شاء الله تكون توصل لمدينة الوكرة واستاد الوكرة. على سبيل المثال المترو واصل لمدينة الوكرة، الطرق بالتنسيق مع هيئة الأشغال راح تكون أيضاً واصلة لأستاد الوكرة، وراح يكون مواقف مخصصة سواء كانت للباصات أو سيارات الأجرة وأيضاً مداخل للبي آي بي أو السيارات الخاصة. فإذا نحن نتكلم على جميع وسائل النقل راح تكون إن شاء الله واصلة لمدينة الوكرة. اللي يميز استاد البيت أول شيء موقعه الاستراتيجي في مدينة الخور في شمال دولة قطر، إضافة إلى ذلك السعة الإجمالية للملعب راح يكون 65 ألف متفرج، راح يكون ثاني أكبر ملاعب البطولة، راح يحتضن مباريات البطولة بالإضافة إلى مباريات النصف النهائي بناء على متطلبات الفيفا. تصميم ملعب البيت في إيحاء من البيئة القطرية والتراث القطري، هو على شكل بيت الشعر، فهذا يوحي إلى أن احنا نحب نستضيف جميع المشاركين في بطولة كأس العالم والجمهور اللي راح يجينا من مختلف أنحاء العالم في رمز الضيافة القطري ألا وهو بيت الشعر. السعة الاستيعابية الصافية للملعب مؤسسة قطر التربية والعلوم هي 40 ألف متفرج في التورنمنت مود ولا في فترة بطولة كأس العالم. تم إسناد فكرة التصاميم الهندسية إلى أحد أكبر شركات التصاميم الهندسية
في العالم، وهي مستوحاة من شكل الماسة وسط الصحراء، تتألق نهاراً وتتوهج ليلاً. المسطحات الفوتوضوئية بتكون مثبتة على سطح الملعب. هذه الطاقة المتجددة سوف تقلل من انبعاثات الكربون من استخدام أنواع معينة من الطاقة الغير صديقة للبيئة، بالإضافة إلى توفير ما يزيد عن 3% من الطاقة المحتاجة للملعب أو للمنشأة. نظام القطارات المتبع في المدينة التعليمية سيكون له دور أوسع في بطولة كأس العالم 2022، إذ سيتكفل هذا النظام بنقل المشجعين من وإلى الملعب، وسيكون هذا النظام مرتبط بمحطات المترو المتوزعة في أنحاء المدينة التعليمية. يتسع ملعب الريان لأربعين ألف متفرج، وستقوم به مباريات المجموعات بداية من المجموعات إلى ربع النهائي. تم اختيار منطقة الريان أو ملعب الريان طبعاً لعدة أسباب. من أول أسباب طبعاً فريق الريان هو يعتبر من أكبر قاعدة جماهيرية في قطر، وهو فريق عريق. وطبعاً السبب الثاني وهو المهم أن بنية تحتية لملعب الريان هي جاهزة، فالمنطقة نفسها بتخدم رواد المكان. تصميم استاد الريان مستوحى من تراث الريان ومن التراث القطري، يعتمد على ثلاث محاور هي الرحال والفلك والنقوش. الرحال طبعا هو يتكلم عن الناس اللي تعبر في المنطقة، الفلك هو يعبر عن السماء، والنقوش هي تعبر عن قصة ملعب الريان أو قصة المكان. بتكون منطقة ملعب الريان ملتقى ثقافي واقتصادي واجتماعي، طبعا موجود ملاعب التدريب، موجود ايضا سكيت، وموجود مستشفى اسبيتار اللي هو بيخدم رواد المنطقه، وايضا منطقه الجري ومنطقه الدراجات الهوائيه. بالاضافه توجد محلات تجاريه بالمنطقه، وايضا يتواجد بجنبه المول، واكيد في نقطه مواصلات قريبه من المنطقه وهي المترو. الأستاذ خليفة يعتبر هو البيت الكبير للرياضة القطرية. تاريخ دولة قطر في الناحية الرياضية كلها مرتبطة بأستاذ خليفة من تاريخ 1972، من يوم بدأ الإنشاءات وعمليات الإنشاء فيه إلى يومنا هذا، راح يكمل في 2022 50 سنة من بدء الإنشاءات. استضاف كافة البطولات والمحافل الدولية والرياضية في قيمة في دولة قطر، بدءا من كأس الخليج الرابعة مرورا بكأس الخليج 11، وبالإضافة إلى كأس العالم للشباب في 95، بالإضافة إلى دورة الألعاب الأسيوية أسياد في 2006، وإن شاء الله راح يتوجها في بطولة كأس العالم. فكان له مكانة كبيرة في نفوس القطريين ونفوس الرياضة العربية والخليجية بشكل عام. جزء من استضافة قطر لبطولة كأس العالم زيادة المشاركة في كرة القدم، وأيضا زيادة مستوى الفرق على جميع الأصعدة. طبعا كرة القدم من يوم أنا صغير كانت يعني أحسن رياضة لي، وأبوي شجعني طبعا لأنه كان لاعب كرة قدم سابق، هو اللي شجعني ودخلني النادي وحثني لكرة القدم. اخذت نادي السد وانا عمري 9 سنوات، وفتره فتره من سنه لسنه اكاديميه سباير اختارتني من اللعيبه الموهوبين، والحمد لله قدرت اني ادخل اكاديميه سباير. من بعدها اكاديميه سباير اسستنا ان شلون كل لعيبه محترفين. كنت اول شيء في النادي لاعب، وجت ظروف ان ما عندنا حارس، ورحت حارس انا ولعبت، خذوني سباير، وبعد كم من سنة خذوني المنتخب والحمد لله.
شفنا فريق الشباب فاز في بطولة كاس آسيا وأيضا تأهل لبطولة كاس العالم في نيوزيلندا في 2015، وهذه تحسب أيضا للرياضة القطرية ولكرة القدم والاتحاد القطري لكرة القدم. تحضير لكاس آسيا والله كان صعب لدرجة أننا ما تمينا في الدوحة، وطول السنة احنا قاعدين نعسكر اعدادات خارج الدوحة. احنا رايحين من مار كنا مصرين ان ناخذ كاس آسيا ونتأهل كاس العالم، كان هدفنا واحد ان ما نرجع الدوحة الا معانا الكاس، والحمد لله بفضل رب العالمين بفضل مجهود اللعيبة حققنا اللي نبيه. صحيح ان ضحينا وايد بس التضحية ما راحت على الفاضي، طلعت بنتيجة حلوة. كان الخصم مو بسهل، كل الشمالية كان فريق قوي كان ند لنا، بس الحمد لله الشباب يعني بهمتهم كلنا يد واحدة كنا، الحمد لله حققنا الفوز، حققنا اللي كنا نبي نوصل له الحمد لله. كانت مباراة مصيرية هي اللي تحدد المصير، هي تخلينا ندخل التاريخ، وطبعاً اللعيبة كانوا تحت ضغط كبير، وطبعاً أي لاعب بيدخل مباراة نهائية بيكون تحت ضغط كبير، ولله الحمد قدرنا نواجه المباراة لآخر لحظة في المباراة، والحمد لله سجلنا وقدرنا ناخذ كأس آسيا بتعب الشباب والمجهود الكبير. الاستقبال في المطار بصراحة احنا من الطيارة يوم شفنا الاستقبال يعني حسينا بفخر وحسينا صدق بالإنجاز اللي سويناه بحضور سمو الشيخ جاسم وزير الشباب والرياضة، يعني حسينا بالفخر والعز. طبعا لقاء سمو الأمير الشيخ تميم كان فخر لكل واحد بصراحة، نصحنا وعطانا نصايح ان نكمل وما نوقف على هالمستوى، ان يكون طموحنا اكبر من هالشيء، ان نوصل لبعد حدود واحنا نقدر. والله من يوم وانا صغير كانت عندي اهداف وطموحات، اصير اول شيء افضل حارس في قطر، بعدين اوصل افضل حارس في اسيا، بعدين اوصل للعالميه ان شاء الله. طموحي طموح كاي لاعب يوصل للاحتراف ويرفع اسم بلاده، وهي طبعا حلم اي لاعب كره قدم، ان شاء الله يعني نطمح للعالميه باذن الله. احنا على يقين ان استضافه بطوله كاس العالم دائما راح تنتج الى تقدم مستوى منتخبات كرة القدم في الدولة المستضيفة. شعرني بالفخر كوننا قطريين حققنا مثل هذه الإنجازات، وهاي ما هي إلا البداية وخطوة من الخطوات اللي راح تكون إن شاء الله توصلنا إلى تجهيز فريق كرة قدم ممتاز في 2022، وهذا دليل على السياسة والرؤية الواعية من القيادة القطرية للرياضة القطرية كيف نوصلها إلى أعلى المحافل إن شاء الله. كأس العالم فعلا حدث يكون كل السنين اللي تعبنا فيها هذه يكون المحصلة أن الناس ينبهرون اللي راح يشوفونه، سواء على مستوى منشآت رياضية أو على مستوى تنظيم أو على مستوى خدمات راح تقدم لهم، هذا طموحي. طبعا الحلم أنك تكون بطولة مميزة، بطولة تشرف قطر والعالم العربي، وأنها تكون بطولة ترد على النقاد اللي انتقدوا استضافة قطر لبطولة كأس العالم من البداية. بطولة كأس العالم راح تفتح مجتمعات العالم على المجتمع العربي، راح تمنح فرصة للمجتمع الدولي
انه فعلا يعرف المجتمع العربي ايش هو باصله، بغض النظر عن اي مشاكل موجوده في المنطقه، لكن منطقه الوطن العربي منطقه غنيه وعريقه من ناحيه تاريخ، غنيه وعريقه من ناحيه ادب، من ناحيه فائده للعالم. يعني في اشياء كثيره طلعت من الوطن العربي الناس كثار في العالم مش عارفين ان هي منبعها الوطن العربي. اول بطوله كاس العالم في الشرق الاوسط في الوطن العربي، فرصه اعتقد لا تعوض لابراز الحضارات اللي كانت موجوده، ابراز الاخلاق اللي موجوده اللي مترسخه فينا احنا كوطن عربي كشعب عربي بالنسبه للعالم الخارجي. من اهم الاشياء اللي ممكن بطوله كاس العالم في دوله قطر ترسخها للعالم ان الوطن العربي وطن عريق وله مستقبل ان شاء الله مشرق. حفل الافتتاح اللي حضرناه طبعاً في البرازيل، الصخب والمشهد اللي كان قدامي في الملعب والافتتاح صراحة اللي وهلة سرح. انتقلت إلى حفل الافتتاح في 2022 وكنت أتخيل أشوف عيون هالقطر اللي حاضرين، سواء من الجماهير اللي صفقون رجاجيل ونسوان وأطفال، أيضاً كنت أتخيل الصراحة الشباب القطري اللي قاعد يؤدي استعراض افتتاح كأس العالم في قطر. قاعد أتخيل المشهد وأتخيل يمكن الخيل والمطاية، سمو الأمير الله يحفظه الشيخ تميم وهو يحيي الجمهور وتصفيق الجمهور فرحتهم. جاني شعور وإيمان راسخ أن أفضل كأس عالم راح تنظم على مستوى العالم لا شك أن 2022